إذن الأخير للفيدرالي موضوع الإبقاء على مستويات الفائدة وأيضا الإبقاء على مشتريات السندات، يعني يبدو أنه لم يغيرها، هذا كيف سيكون له تأثيراته؟ موضوع أيضا الانكماش المتوقع، هل برأيك له علاقة باستمرار الفيدرال أيضا بسياسة المشتريات للسندات؟ نعم، مرحبا نهى وصباح الخير على كل متابعي سي ام بي سي. بالتالي بالفعل يعني اذا لاحظنا نحن الاسهم الامريكيه شاهدنا على كان حصل لحاله من التذبذب، وصل مؤشر ناسداك الى مستويات تتخطى حاجه 10,000 نقطة. بالتالي هذا التذبذب نشهده بسبب كما ذكرت قرارات الاجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أعطى قرارات وكرر بأن أسعار الفائدة لن يقوم برفعها حتى عام 2022، وبالتالي أبقى على أسعار الفائدة دون مستويات الصفر أو عند المستويات الصفرية إلى الربع نقطة مئوية، يعني لم يحصل أي تغيير في أسعار الفائدة، وبالتالي أبقى على برنامج شراء السندات 80 مليار دولار لشراء سندات الخزانة الأمريكية، وأيضا 40 مليار دولار لأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري. كل ما يفعله الفيدرالي الأمريكي قال أنه التعافي الاقتصادي سيكون مدته طويلة ويحتاج وقت، وسيقوم بكل الأدوات المتاحة وكل الوسائل الممكنة حتى يتعافى الاقتصاد الأمريكي. يظهر بأن الاقتصاد يعني من خلال ما قاله جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي عم بيقول أنه راح يكون في مزيد من السياسات التحفيزية النقدية والمالية ربما ستكون في شهر سبتمبر، لم يعلن عن وقت لمزيد من الإجراءات والتحفيزات. وبالتالي إذا أيضا نظرنا إلى انكماش التوقع بانكماش الاقتصاد ب6.5 في عام 2020، وأيضا تراجع في معدل البطالة ب9.3%، فهناك قلق من قبل المتداولين حول ما قاله الفيدرالي الأمريكي عن التعافي الاقتصادي الذي ربما يحتاج مدة طويلة. كان هناك تفاؤل بأن يكون هناك تعافي اقتصادي خلال النصف الثاني من العام، ربما تكون موجة ثانية من فيروس كورونا وخاصة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة أن يتسبب بذلك قلق للأسواق، وربما لم يحصل تعافي اقتصاد سيكون سلبي جدا على أسواق الأسهم الأمريكية. هناك من يعني الذين يراقبون عدد حالات الإصابة والمتأثرين من جائحة كورونا يعني يخشون من فتح النشاط الاقتصادي وبدء يعني الفتح الكامل، لكن الاقتصاديون والمتداولين هناك مخاوف من الإغلاقات أو أي إغلاق لعودة ثانية بقيام كل الدول بإغلاقات الدول، فبالتالي يعني هناك ربما يعني نظرة ربما تثير القلق حول ما قاله الفيدرالي الأمريكي أنه يحتاج مدة طويلة التعافي الاقتصادي، وأنه سيعمل بكل الوسائل الممكنة خاصة أن التضخم تراجع يعني للشهر الثالث على التوالي، فبالتالي هناك بالفعل قلق أن يكون هناك تعافي اقتصادي وربما سنشهد حالة من التذبذب في أسواق وول ستريت إن تم إثبات العكس وتوقعنا تعافي في الاقتصاد خلال النصف الثاني، فبالتالي سوف نشهد عودة لارتفاعات الأسواق الأمريكية. طيب، وباختصار أيضا لينا فيما يتعلق بوضع الذهب، خصوصا أن لجوء الكثير من المركزيات حول العالم بعملية أيضا مشتريات وإجراءات دعم مشتريات السندات وبرامج تيسيرية، كيف نرى تحركات الذهب وباختصار لو سمحتي؟ نعم، كما ذكرتي أن أسعار الذهب نتيجة التحفيزات النقدية المتوقع من الفيدرالي الأمريكي وما قاله الفيدرالي الأمريكي حول التعافي الاقتصادي الذي يحتاج مدة طويلة كلها أسباب داعمة للارتفاع للذهب. نتوقع في المرحلة الأولى يكون 1800 دولار المرحلة الأولى لأن يصل أسعار الذهب، بالتالي ربما عم نشاهد هي انخفاض أسعار الذهب في هذه الفترة، يعني هي فقط يعني يقوم المتداولين لتغطية خسائرهم من أسواق الأسهم من أصول ذات العائد المرتفع من خلال بيع الذهب، وأيضا من خلال الفروقات بين
الذهب من شراء الذهب الذي تم شراؤه، يعني سبق تم شراؤه، بالتالي ياخذ الفرق السعري، فبالتالي اتوقع ان الذهب ما زال في الاتجاهات الصاعده ولا يمنع على المدى المتوسط والطويل امنع حاله من يعني سينزل ربما حاله من التذبذب في هذا الوقت. يعني لينا قبل ان يصل لل 1800 قد يتراجع يعني دون ال 1700 تمهيدا للمرحله القادمه؟ يعني ربما نشاهد أن يكون هناك عودة بعض الانخفاضات، لكن سوف نرى بعد ذلك بالفعل عودة للارتفاعات في ظل التحفيزات. الردي ربما سيكون لها تأثير كبير سيكون على أسعار الذهب، لأن أسعار الفائدة والتحفيزات النقدية التي يقوم بها البنك الفدرالي الأمريكي كلها تشجع أسعار الذهب نحو الارتفاع، إن لم يثبت عكس ذلك حول التعافي يعني الاقتصادي المتوقع خلال النصف الثاني ربما نشهد يعني بعض التراجعات في ذلك، لكن ما زالت نظرتنا داعمة للذهب والارتفاع سعر الذهب. أشكرك قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إيكو جروب، شكرا على كل هذه المعلومات.